21 فبراير من كل عام هو اليوم العالمي للغة الأم، وبالمناسبة حل اليوم وفد متكون من 25 باحثا متعدد الاختصاصات عن المحافظة السامية للأمازيغية حلوا بمناطق مختلفة بولاية البليدة بهدف جمع المفردات الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق الولاية وإدراجها ضمن قاموس يعتمد عليه الباحثون والطلبة. ويزا العوفي رافقت هذا الوفد. حمام ملوان، مقطع الأزرق وشريعة، مناطق لطالما حافظ سكانها على تقاليدهم ولغتهم الأم. نتعلم واحد من سجن عباية البرنوط قشادة كل شيء دراسة. بيتي تقولي جدود كانوا يهدروا قبيلية ولا؟ يهدروا قبيلية الكبار، صحيح أنا الصغار ما يهدروناش، عندنا فرقة تهدر قبيلية يقولوا مصبغنية، تعلمنا عليهم نصرحوا في الخلق. ناش الحية هم قبائل، هم القبائل كيف كيف ها؟ وبهدف الحفاظ على هذا التراث الوطني بصورة أكاديمية، مختصون وباحثون في علم الاجتماع واللسانيات والثقافة الأمازيغية اختاروا تلك المناطق للبحث عن مفردات جديدة لإثراء القاموس الأمازيغي. احنا رانا نديرو جرد تاع معطيات تتعلق باللغة، اولا بالتوبونومية المحلية لان جانب هملناه بزاف لازم تكفلوا به، ولكن اشراك الجامعيين باش هما يتكفلوا بطريقة يعني علمية. مفردات أمازيغية متداولة توجب اليوم تدوينها وإدراجها ضمن قاموس يعتمد عليه الباحثون والطلبة.